حارمه مشاهدينا وتابعينا في كل مكان لجماهير منتخب مصر. يعني شفنا بدايه الشوط الثاني يحصل تعادل للمنتخب كما تابعنا مع حضراتكم فرحه حارمه يعني تعتري وجوه جماهير منتخب مصر زي ما احنا شايفين مع حضراتكم بسبب التعادل وعوده الامل مره اخرى الى الجماهير بعد التعديلات والتبديلات التي قام بها روي فيتوريا بوجود محمد حمدي وتريزيجيه زي ما احنا شايفين. يعني الجماهير ما زالت تمني نفس بالمكسب خطيره بتضييع من منتخب مصر. يعني تسديد عنتريه والاداء يتحول كثيرا لمنتخب مصر تسديده كبيره من تريزيجيه القويه واحد واحد بين منتخب مصر ومنتخب كاب فيردي. تشجيع حماسي كبير لجماهير منتخب مصر ويعني يعود المنتخب بالامل مره اخرى ويعني يعيد الفرحه الى وجوه جماهير منتخب مصر في الاسكندريه زي ما احنا شايفين زي ما احنا متابعين مع حضراتكم. الجماهير تحتشد ويعني امل كبير للجماهير. طبعا زي ما احنا عارفين ان هذه مباراه مصيريه وحاسمه لمنتخب مصر امام كاب فيردي في يعني مشواره للصعود الى دور ال 16 زي ما احنا شايفين وزي ما احنا شايفين.